السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذه الخميرة الان اللي كنخمروا بها الخبز هي اللي الان تتعطي جميع الانزعاجات على مستوى القولون، الاشخاص اللي عندهم غازات على مستوى القولون، والاشخاص اللي عندهم انتفاخ البطن، والاشخاص اللي كياكلوا الخبز وكيحسوا برسوم، يعني مشي على هذه. فهذه هي الاشياء. لماذا؟ لان اولا كما قلت القمح اصبح مشبوه، نعم، عبر جيني ترانزينيك ولا جي ام او. ثم اذا خمرناه بهذه الخميره كذلك جي ام او، الخميره الروميه في العالم هي او جي ام، في العالم في العالم هي جي ام او، هي مغيره وراثيه، لان لا يمكن الصانع ما كيشريش عينه ديال الخميره اللي ما غاداش تعطيه واحد المردوديه عاليه. الخمائر اوتوكتون، هذه الخمائر الطبيعيه اللي كنعزلوا في المختبر، كتعطيه واحد المردوديه ديال 0.5 0.45، الصانع يضيع. باش تكون عنده 0.9 في المردوديه في صناعه الخميره هذه، يعني هذه الياس تكنولوجي، خاص ياخذ خميره عبر جينيه ترانسجينيك سترينز، هذه ترانسجينيك. وجميع الصناع في العالم، ليس المغرب، جميع الصناع الخميرة في العالم هم يستعملون سلالات عبر جينية أو سلالات مغيرة وراثية. فلماذا؟ بحجة أن هذه السلالات تنتج مواد تنكيه أو مواد منكهة للخبز، هو نفس يعني الفكر حول الخمر. يعني هذه المواد المنكهة هي جاية من عند الأشخاص اللي كيتكلموا على نكهة الخمر، لأن الخمر يتكلمون عن نكهة ويتذوقونه. فنفس الطرح أخذوه هاد أصحاب الخمائر، تقول خاص الخميرة تعطيني نكهة الخبز جيدة، نكهة الخبز جيد. هذه فالخبز إذا كان مخمر بخميرة طبيعية تكون عنده نكهة جيدة، كنا احنا الخبز بالعكس مذاق جيد وما شاء الله. فهذا الأروما كومباوندز هي هذه يعني مركبات مسؤولة عن النكهة وعن المذاق، يعني الفليفر وحتى الأروما، هي موجودة في الخميرة البلدية، موجودة عندنا في الخميرة البلدية. علاش؟ لأن الحموضة تغطي على المذاق. ملي كتشوفي حاجة حامضة، شوف غير الأطفال مثلا، الأطفال يميلون إلى المذاق الحامض والمذاق المالح والمذاق الحلو، كاينين ثلاثة. المذاق المر الحار، يعني الحار بمعنى الفلفلة الحارة، يعني ما الأطفال لا يحبونه، ولكن هناك ناس كبار كيبغيو المذاق المر كذلك، ماشي الحار، المر الحار. فهاد هما الأربعة اللي عندنا احنا في المذاق، علم المذاق عندنا فيه غير أربعة، ولكن المذاق الحامض يفضلونه الناس يفضلون المذاق الحامض. فهذا الخبز الحامض عنده حموضة لاذعة، حموضة قوية جدا لا يقدر عليها الناس. هذاك الشيء علاش الامريكان تيقول لك شود لايك، يعني خصك تبغيه بعدا باش تاكل. هذا نفس سبحان الله، يعني هذه الاشياء اللي اجريت في جامعه سان فرانسيسكو، اللي اجريت في معهد حسن الثاني للزراعه والبيطره، هذا البحث هذا جرى في 1992. نعم، ان شاء الله يكون خير. استاذ، اغلب الناس تجدهم لا يحبون بعض الاشياء، لكن مفروض عليهم تناولها. وهذا نطبقه على أغلب المواد الصناعية الموجودة في السوق التي لا نجد البديل عنها. أستاذ، كيف نحافظ على الخميرة البلدية كي لا تفسد؟ وكيف نحببها لكل الأفراد مع العلم أن أغلب الناس لا يرتاحون لها؟ بدليل أن المواد الصناعية معقمة وتحتوي على تاريخ صلاحية محدد. أكيد. نعم أستاذ، رغم كل الصعوبات كيف نحافظ على هذه الأشياء الثمينة التي أصبحت تندثر يوما تلو الآخر؟ نعم. وكيف ندرجها كمنتوج معروف في السوق المغربي؟ نعم، إن شاء الله. إذا شكرا سي سعيد على هذا التدخل. هو في الحقيقة الخميرة البلدية كل شيء، خاصة النساء تيقول لك صعيب باش أنا نحد روحها. نعم، إن الخميرة الصناعية كتجيو بسهلة. نعم، علي النساء الآن طلبنا منهم غير ما يغربلوش، سهلة، طلبنا منهم ما يغربلوش، هما كيقلبوا عليه نبتوا القمح، باغيين نبتة القمح. هذه موضة وعقدة كذلك، يعني هذه اللي جايبين الكيفاير، كيسموها الكيفير، الكيفاير مدخلين من المغرب. نحن لسنا بلد الكيفاير. العيالة تقول لي مصايبوا السم الحار وديروا الخميرة البلدية، تقول لك لا، وتتسول على الكيفاير باغا تجيبها من مكة. الكيفاير ليس منتوج هذا، هو الكيفاير راه منتوج كحولي، خص الناس يعرفوا هذه. لأن حليب مخمر بالخميرة، ملي كنخمروا الحاجة بالخميرة فيها كحول، وفيها كحول 6 درجات، يعني بحال الجيعة.
فخص الناس يعرفوا هذه القضية هذه ماشي يعني هم طبعاً كيبيعوا الكثير وكيقولوا الناس الكثير كيصلح السرطان، هذا كذب وتضليل، وأن لن نسكت على التضليل، لا يمكن أن نسكت لأنها من الدين، من الدين أن لا نسكت على المنكر. المرأة ما يعني ما العجينة ما تعجنش، قلت لها عجني ما تعجنش يعني، ولكن كتبقى تسول على شيء بتسم سودتها في شيء فضائي، وربما تأخذ السيارة ديالها وتشي جيبها حتى مدينة بعيدة، فيعني لماذا تترك أشياء يعني بين يديها وتقدر عليها وتسأل عن أشياء لا تقدر عليها ولا تصلح لشيء؟ نبتة القمح، لماذا الناس يسألون عن نبتة القمح؟ ولماذا نخلو غير النخالة في القمح؟ ما طلبنا منهم والو، طلبنا منهم غير القمح يطحنوه ما يغربلوش، يطحنوه يعجنوه، وتعجن لك العجينة بيدها وتخمر بخميرة بلدية. والخميرة الخبز هذا المخمر بخميرة بلدية 600 ضعف أحسن من نبتة القمح فيما يخص الفيتامينات، 600 ضعف، وفي أشياء لا توجد لا في نبتة القمح ولا في أي مادة غذائية. هذا مع الأسف هذا المشكل ديال السمنة بسيط جدا، مشكل السمنة. هناك نساء داروا غير ثلاثة الأشياء، زولوا السكر واللحوم، لحوم الدجاج والبيبي والغلمي والبقري والمعزي اللحوم باش ما نضلوش الناس، يزولوا السكر واللحوم وتخمر يعني القمح، القمح كامل بالنخالة بالخميرة بلدية، والوزن ديالهم أصبح جيد. حيث غالبية النساء تقول لك بأن الخبز كيغلظهم. لا، الخميرة البلدية كيرقق. جيد. وعكس تماما، هذا علم، هذا علم. يعني هذه بشرى النساء أنهم يخمروا بالخميرة البلدية وما غاتكونش عندهم سمنة. هذا الخميرة البلدية هي فيها حمض اللاكتيك، حمض اللاكتيك يطهر الجهاز الهضمي. حمض اللاكتيك يطهر الجهاز الهضمي، يغسل الجهاز الهضمي. البكتيريا اللبنية الموجودة في الخميرة البلدية هي تريح الجهاز الهضمي، هي تنشط بكتيريا، تنشط خلايا القولون، وهي يعني لا يمكن أن يكون غاز في الأمعاء لما يستهلك الناس هذا الخبز البلدي، ولكن مع الأسف الشديد الناس دوك يخلطوا، فهمتي يعني كيخلط نقليات الحلويات، يقول لك أنا كندير زيت زيتون وأنا كندير الخميرة البلدية، لكن في نفس الوقت حلويات نقليات. الخميرة البلدية كانوا الناس كيربيوها، معنى كيربيوها حتى بالانجليزيه كنقولوها، كنقولوا وبالفرنسيه بجميع اللغات كنقولوا كنربيوها هذه. ف كيفاش كيربيوها؟ ملي كتعجن كتخلي واحد القطعه ديال العجينه، غير هي ما خصهاش تخلي قطعه صغيره، خصها تخلي نص كيلو ديال العجينه، خصها تخلي كميه كبيره باش تخمر في الخميره اللي جايه، العجين المقبل يخمر دغيا، يخمر بسرعه. اما ملي كتخمر تخلي غير شويه واحد كمية ديال 50 غرام ولا 100 غرام ما كتخمرش بسرعة. كاين هناك العديد من الطرق اللي طبعا باش نصنعوا هذه الخميرة. لا انا كنهضر على الخميرة موجودة. موجودة ملي كتوجد، ملي كتعجن المرأة خاصها تخلي كمية كبيرة. والمشكل دكتور كيفاش الإعداد؟ الإعداد ديالها راه الله سبحانه وتعالى خلق الخمائر والبكتيريا اللبنية في النشويات. تخلط الشعير مع القمح ولا غير القمح بالنخالة ولا غير الشعير مع الماء، تعجنه بالماء، تعجنه بالماء، تخلطه وتخليه تيحماض وتخمر به فقط. إلا زادت بغات تسرعه، بغات ذاك الشيء يجيب يعني بسرعة، زيد معاه أي حاجة حلوة، مع التمر، التفاح، الليمون، حتى اللبن. الناس كانوا كيحيوها باللبن، كانوا كيديروا كاس ديال اللبن ويعجنوا العجين وكيزيدوا كاس اللبن ويدلكوا العجينه مزيان وخلوها تخمر، خليوها مثلا 20 ساعه. لان البلبلدي توا فيه خمائر، فيه بكتيريا لبنيه وفيه خمائر. الا ما كانش تزيد الزبيب، تزيد الشريحه، تزيد التمر، تزيد التفاح، تزيد اي حاجه حلوه، غير شي حاجه بسيطه كتدقها ولا تخلطها مع العجينه تكون حلوه، وتخمر هذيك الدقيق تخليه تيحماض، وملي بان هذيك ذبابه الخل ذاك الناموس دروزوفيلا اللي كيبان لها واحد الناموس فوق الخميره تجمع عليها صافي تعرف بان راه وجدت، راه ولات حامضه، لان هذاك الحمض الاسيتيك اللي كيخرج من الخميره البلديه هو اللي كيجر هذيك الذبابه. الرائحه. نعم، الرائحه ديالها حامضه، راه غادي تلقاها حامضه. وملي تعجن تخلي واحد الكميه كبيره وتردها للدقيق. يعني تغبرها في الدقيق. نعم، تغبرها في الدقيق باش تعجن بها المره الجايه، صافي فقط ما ديرها لا في الثلاجه لا في الفريزر. نعم، يعني سهله وبسيطه. خليها في الدقيق. اذا اذا سمحتي دكتور معنا مكالمه نحررها. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم الكريم. ام خولاء من الدار البيضاء. اهلا بك ام خولاء من مدينه الدار البيضاء، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. تحياتي إليك دكتور السيد وإلى طاقم البرنامج بأكمله. وسؤالي هو كالتالي، ما هي فوائد الخميرة البلدية؟ وهل صحيح أن الخبز بالخميرة البلدية في الدول الغربية غالي الثمن ولماذا؟ نعم.
باقي هذه كامل تتباع وهنايا في المغرب. ما شاء الله. ومن فضلك دكتور اريد كيفيه صنع خميره زلجيه في المنزل. لا هذا ما كان يتحدث فيه قبل قليل ولكن وهل صحيح ان الخميره البلديه لا تستغرق سعر طوال لتخمير الخبز؟ نعم كما يقولون. وشكرا جزيلا جزيلا جزيلا. اهلا بك ام خوله، شكرا جزيلا لك. نعم نعم اصبح ليس بثمن غالي، ولكن الساورداو هذا يعني الخبز الحامض هو داخل في المواد ديتيتيك، المواد الحميويه، هذا يعني هو رائع دكتور. موجود في السوق عندهم في امريكا، حنا المغرب. نعم موجود في الدول الغربيه. حنا يا ريت من هذا الامريكيين كيفضلوه وكيبغيوه يعني كياكلوه، ولكن كما قلت لك الموضه ان احنا النساء ديالنا لما تجنبوش الموضه راه غادي يخربوا هذا البلاد. نتمنى دكتور تحمق السوق هذا. الموضه تغطي على العادات الغذائيه الأصيلة، والموضة تخرب، والموضة تعقد، والموضة تفشي أشياء، مرض اجتماعي كتولي المرأة باغا الحاجة وما قداش تقول بغيتها، كما قال السي العرفاوي هذا من بني مسكين. كاين الشخص نام، أنا كنعرف أشخاص الآن ما قادرينش يقولوا بغينا السمن، خايفين من الناس يضحكوا عليهم. كاين الناس ما قادرينش يقول بغيت الخليع، خاين من الناس يضحكوا عليه. خاصو مع الصباح ملي يجي يفطر خاصو البتيبانا وقهوه نص نص، وخاصو يجيب لي الفرايميجا ديالو. وهذه هي المشكل اللي غادي يقتل لنا العادات الغذائيه ديالنا، وغادي يقتل لنا الثقافه الغذائيه عند المراه المغربيه. نعم. فهنا هاد النساء الا بغاو يجتهدوا، ما يجتهدوش في الفضائيات، تفهمتوا سبع سوايع الفضائيات، الا بغاو يجتهدوا يجتهدوا في المسائل العريقه. علاش ما يكونش دكتور استثمار النساء مثلا يعملوا واحد الفرن يبيعوا فيه الخبز الحامض؟ امريكا يعني بلد متقدم عندهم شي واحد يصنع الخبز الحامض غادي يزيد في الثمن، وما لا نريده ما بغينا حتى شي واحد يبيع لنا الخبز الحامض، بغينا العيالات يصيبوا الخبز الحامض في ديورهم. اي شخص زاد في الثمن على الماده اللي كيشوف فيها الناس، انا بعض المواد الغذائيه ما كنتكلمش عليهم في الاذاعه، عرفتي علاش؟ لان غادي يزيد الثمن. فهذه اشياء ان شاء الله لن تكون، نسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يجنبنا ذلك. فهذا الخبز البلدي هذا بالخميره حامضه، المراه تخمر وتخلي واحد الطرف كبير باش الخميره باش العجينه تخمر بسرعه، تخلي في دقيقتين تخلي شويه تخلي كبير، ملي تعجل مثلا واحد كيلو ونص ديال الطحين ولا جوج كيلو، وتخلي نص كيلو العجينه، تخلي الخميره فيها نص كيلو باش ملي تعجن بها دغيا الخبز يطلع. وكانوا النساء كيجتهدوا، كانوا كيزيدوا واحد الوقيته هذاك الماء ديال التمار، كانوا كيزيدوا الماء ديال الزبيب، كانوا كيزيدوا شويه ديال الشريحه، حاجه حلوه. علاش؟ باش الخبز يطلع بسرعه. كانوا كيديروها في منطقه دافيه 30 درجه ماشي هي 20 درجه، وكانوا كيخليوها الليل كله باش يستغلوا ذاك الوقت ديال الليل باش الصباح المراه تخبز. يعني كان تنظيم، كانت المراه منظمه راسها، وكانت جميله ثقافه ماشي العاده، ثقافه غذائيه. النساء كانت عندهم ثقافه غذائيه جيده، كانوا كيعرفوا واش ياكلوا مع العشيه واش ياكلوا مع الصباح، واش يوجدوا الدرام اللي كيكونوا مزروبات اش يديروا، وملي يكون عندهم ضيافه اش يديروا، ملي كيجي ضيف بغته تيبارتك ضيف، يعني ماشي عاد غدبح الدجاج عاد غدير العشاء. كانوا كيديروا غير مسمن يدهنوا بالعسل ويحطوا انا ما يديروا. هذه هي علم الاجتماع، هذه اشياء جيده في المجتمع المغربي، ولكن مع الاسف الان ولينا كنمشيو نجيبوا لي الحلوى من الحانوت ونحطوا لي المشروبات غازيه. هذه ليست ضيافه المغاربه، هذه ليست ضيافه. يعني عندنا التمر والحليب هو من اسماء وارقى الرسول صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله ضيافه، ضيافه الملوك، استقبال الملوك واستقبال الانبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل التمر والحليب. فهذه الاشياء ما بغيناهاش تموت. مع الاسف الناس كيقول لك كان اكل الخبز، ما كياكلش الخبز. الاشخاص رجع للمرض الامراض الان، الاشخاص اللي عندهم حساسيه خاصهم ياخذوا الخبز مخمر بخميره بلديه. هذه نقطة. والأشخاص اللي عندهم سكري خاصهم ياخذوا القمح الكامل معجون بالخميرة البلدية. والأشخاص اللي عندهم كرون، تقرح كرون والقولون العصبي، هذا الإريتيتين باول، هذا خصو الخميرة، خصو القمح الكامل بالخميرة البلدية، وإلا كان شعير يكون أحسن. اللي عندهم هذه المشاكل هذو، والاشخاص اللي عندهم امساك حاد وحتى اللي عندهم اسهالات، هذو خصهم القمح الكامل ولا 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 الشعير ولا الدراع. يعني خميره بلديه خصها معجون ما بين يدينا زعما. يعني نعم الخميره البلديه تريح الجهاز الهضمي. هذا الخبز الان دقيق ابيض بالخميره الروميه، هادو مالين السكر ما يمكنش، وحتى ولو حقنوا له الاطباء الانسولين السكر ما غاديش يتقاد. هذا لا يمكن. الاشخاص اللي عندهم امساك ولا عندهم انيميا وعدم امتصاص
النساء على الخصوص ياخذوا هذا الدقيق الابيض بخمين الرميه، هذا غادي تزيد الويلات، غادي تزيد الانيميا، غادي تزيد والمصائب الاخرى غادي تكثر. فحتى النقص في الوزن يعني شوف غير البنيات. نعم. البنيات دابا الا خداو هذه الخميره البلديه هذه كياخذوا املاح معدنيه. نعم. البنت الا خدات حديد وكالسيوم ومغنيسيوم ومانغانيز وزنك البنت كتولي طونيس، ما كتبقاش سخفانه. نعم. كتولي توقف مزيان، كتولي يعني تخدم مزيان.